اشتكى سكان محافظة جرش وعابرو الطريق الواصل بين محافظتي عجلون وجرش من سوء الطريق وافتقاره للإنارة الليلية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة تأهيله ووضع إشارات للحد من الحوادث المرورية. طريق رئيسي بين محافظتي جرش وعجلون يصفه رواده وعابروه بالمتهالك، إضافة إلى افتقاره للإنارة الليلية والشواخص المرورية المهمة لدى المارة وعدم وجود إشارات ضوئية تنظم حركة السير المرورية. الأردن فيها نسبة حوادث عالية، لذلك علينا جميعا أن نتعاون شعبيا ورسميا، نتعاون من أجل حل مشاكل حوادث السيارات التي تتصل جرش بغيرها من المدن المجاورة، سواء مع جرش أو مع عجلون أو مع المفرق أو مع عمان أو مع إربد. الطريق شهد ارتفاعا في عدد حوادث المركبات مؤخرا نظرا لضيق الشارع وعدم وجود جزيرة وسطية تفصل الطريق. غير معبدة وبصيد واحد، وكل جمعة بصير عليها حوادث كثيرة، يعني حوادث كثيرة بصير عليها، بيجونا من عمان يعني بيجوا بروحوا عجلون، طريق مكسرة يعني ما فيها تعبيد، ما فيها شخصات مرور، سموها طريق الموت لأنه حوادث كثيرة وإضاءة ما فيها عتمة، فيهاش إضاءة من مرة، لا فيه لا منشوف مسؤول ولا شيء، بس منسمع عليهم بالتلفزيون، يعني بنهاجد المسؤولين لها. هاي طريق جرش عجلون اللي هي طريق الموت، كل يوم يصير حوادث عليها وموت يومي. سكان المحافظتين تعالت أصواتهم مطالبين الجهات المعنية لإيجاد حل للخطورة التي تمس حياتهم ومركباتهم، ومطالبين بإعادة تأهيل الطريق ووضع الإشارات المرورية اللازمة للحد من الحوادث المرورية.